السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ وان شاء الله النهارده هنعمل تقييم لكتاب فيرست اندرويد ديفلوبمنت. هو كتاب دي جميل جدا صراحه، بس قبل ما نعمل الريفيو كده يا ريت لو لسه ما اشتركتش تنزل تحت تعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك، ويلا بينا نبدا. تمام، انا هبدا ان شاء الله احكي لك قصتي مع الكتاب. الكتاب انا قلت انا خلصت الحمد لله، اتعلمت جافا وحسيت ان المستوى بقى كويس والكلام ده، فقلت هبدا اتعلم اندرويد ان شاء الله. فجيت دورت على كورسات وكتب كتير يعني وكده، فلقيت ان في موقع يوداستي بيقدم يعني ايه نانو ديجري بس فري، يعني شويه كورسات كده بتاخدهم ورا بعض بحيث انت تكون يعني لميت معظم في الاندرويد مره واحده كده. فقلت خلاص تمام زي الفل، اخد الكورسات ديت وكده ان شاء الله. وكمان لما دورت اكتر عرفت ان جوجل هي اللي عامله الكورسات ديت، وكمان مهندسين شغالين في جوجل هما اللي عاملين الكورسات دي، فتحمست جدا وقلت زي الفل. فدخلت الكورسات بقى وكورس ورا كورس، وبعد كده لقيت الدنيا خربانه خالص ومش فاهم حاجه والدنيا باظت خالص. بصراحه جالي اكتئاب بقى وكده، يعني قلت مش معقوله ويعني خلاص انا مش هكمل والكلام ده. يعني معقوله 7 اشهر قاعد بذاكر جافا وكورسات جافا والكلام ده كله اللي انا قريته كل ده، في الاخر رجع اندرويد عشان مثلا شويه كورسات مش فاهمها، فمش معقوله يعني. بس رحت ادور كتير ولقيت ان في كتاب اسمه هيد فيرست اندرويد ديفلوبمنت، فقريت ريفيوهات عنه كتير والكلام ده وكده، وقريت كتير عنه، فقلت خلاص تمام مش اجرب الكتاب ده، مش هخسر حاجه ولا كده. فالكتاب ده ابهرني فعلا بجد، يعني كتاب صراحه جميل جدا. انت لما تيجي تقرا كتاب تحس انت ما بتقراش كتاب عادي او كده، يعني انت بتحس انت بتقرا ملخص او عصاره طالب مجتهد معاك في المدرسه او الكليه. يعني كتاب يعني بيكتب مثلا الكلام وبعد كده يجيب مثلا في الهوامش يكتب شويه كلام كده ملاحظات عشان تقراه وتخلي بالك من الملاحظات المهمه دي، بيحط لك صور كتير جدا في الكتاب عشان يفهمك الموضوع بيدور حوالين ايه، بيجي لك مثلا في اخر الدرس بيدي لك ملخص عن إيه. وحتى يعني الحاجه اللي احترمتها جدا في الكتاب ان هو في اخر الكتاب برضك ذاكر اهم المواضيع اللي هو ما شرحهاش في الكتاب او ما يعني ايه ما اتكلمش عنها، فهو جايب لك فيها جايب كل موضوع وحاطط مثلا نبذه مختصره عنه حوالي نص صفحه كده ولا حاجه تقراها، وانت مثلا ايه عشان تاخد إيه يعني ايه تفهم الموضوع بيتكلم عن ايه وكده. خلص الكتاب ان شاء الله تبدا انت تدور بنفسك في الكلام ده. فانا اوفر عليك البحث ان شاء الله في اخر الفيديو، هتكلم عن الكتاب في كل الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها بعد ما تخلص الكتاب ده ان شاء الله. فكتاب يعني ايه كتاب يعلمك كل حاجه من الصفر في الاندرويد، بس يعني ايه بيفترض ان انت يكون عندك خبره مسبقه في جافا وكنت انت بتكون مستوى كويس في جافا. فلو انت مثلا مش عارف جافا او مثلا مستواك يعني مبتدئ شويه في جافا، فانا عملت هنا فيديو في القناه بيتكلم ازاي تتعلم جافا من الصفر، يعني منهج كامل كده او مجموعه من الخطوات او مسار كامل تاخده خطوه بخطوه ان شاء الله توصل لمستوى فوق المتوسط بكتير ان شاء الله. الفيديو ان شاء الله هيظهر هنا او هسيب له اللينك تحت الديسكربشن ان شاء الله، فاتفرج عليه ان شاء الله هيفيدك كتير جدا. تمام، بعد كده الكتاب بقى بيتكلم في بدايه كل شابتر بيديك نبذه مختصره عن هو هيتكلم ايه في الشابتر ده، وبعد كده بيديك مثلا ايه ليست كده او قائمه بالمهام اللي هو هيعملها في الشابتر 1 2 3 4، وبعد كده في الاخر خالص في اخر الشابتر بيديك بقى سمري او ملخص عن ايه اللي انت استفدته من الشابتر ده وايه اللي ضافه لمهاراتك. فكتاب صراحه جميل جدا، ويعني قلت اكتر ما برضك زي ما قلت لكم قبل كده اهم ميزه في الكتاب ان هو بيدي ملاحظات كتيره جدا صراحه، وفي صور كتير جدا بتفهمك، يعني في صور كتير جدا وده مهم في الاندرويد صراحه. بالنسبه للكتاب اللي انت تقراه هو كتاب اسمه اندرويد ديفلوبمنت ذا بيج نيرد رانش جايد، برضك كل الكتب واللينكات وكل الكتب اللي انا بقولهم ده ان شاء الله هتلاقوها تحت الديسكربشن تحت. هو الكتاب ده صراحه يعني يعتبر اكبر شويه واصعب حبتين، بس يعتبر الكتاب بيتكلم وبيشرح المواضيع اللي هو الكتاب هيت فيرست ما اتكلمش فيه، فانصحك بخطوه ثانيه ان شاء الله انت تقرا الكتاب ده هيفيدك كتير جدا ان شاء الله. بس فهو كان نهايه الفيديو ان شاء الله او اختصار للفيديو. والكتاب ده صراحه يعني يعتبر من احلى واعظم الكتب اللي قريتها في حياتي، يعني طريقته مختلفه جدا صراحه عن معظم الكتب اللي قريتها قبل كده. والكتاب ده يعني يعتبر هو اللي رجع لي الامل ان انا ارجع تاني في الاندرويد وان انا اتعلم اندرويد، يعني وكدليل على كده ان انا لما رجعت للكورسات تاني اللي انا ما كنتش فاهمها في يوداستي، يعني صراحه الكورسات كنت بقيت فاهمها جدا ويعني الحمد لله خلصتها بسرعه كبيره جدا اكبر من المتوقع يعني. فدي يعني دي يوضح ان كان يوضح حاجه بيخوفه بيوضح الاثر الكبير اللي سابه الكتاب فيها، ويعني ايه الحمد لله انا فهمت الكتاب وكان طريقته ببساطه جدا وقدرت. تمام، هو ده نهايه الفيديو بتاع النهارده. يا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا تنزل تحت تعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشير مع اصحابك، ويلا السلام عليكم.